هنعمل شوفان بالموز. هنحتاج لبن خالي الدسم. الفرق ما بين اللبن الكامل الدسم ولبن خالي الدسم، الفرق في الدهون. تمام. طيب هنحتاج شوفان، موزة، موزات بقى يعني كم موزة حلوة كده معانا. هنحتاج ربع كوباية عسل أبيض، 2 معلقة كبيرة فول سوداني، ربع كوب من الفول السوداني المحمص، مختارة كمان أقل سعر، يعني أقل سعر مكسرات في الحياة اللي هو إيه، السوداني. تمام. طيب احنا طبعا احنا هنستخدم كوباية شوفان، بس طبعا احنا نقدر نقلل الكمية. عايز اقول لكم ان انا كمان هقول لكم الطبق ده هيكون عامل كام سعرات وفي كام كارب وفي كام بروتين وقد ايه كمان الدهون اللي فيه. خلاص طبعا دي دهون صحية. ايه رأيكم بقى نشتغل؟ اول حاجة هنقول الو يا ام اسلام، دي اول حاجه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. ايه اخبارك؟ وحشتيني من امبارح والله. وانت كمان. من امبارح بالليل. لا انت اكتر بقى، ما اقولكيش، انت عارفه انا عندي والله مشوار ضروري النهارده في البنك، بس قلت لا لازم اكلمك لان ما ينفعش افوت حلقه من غير ما اكلم حبيبه قلبي. يا حبيبتي ربنا يخليك بجد على وصفاتك الجميله حبيبتي. صينيه النجريسكو مش قادره اقول لك تحفه 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 قد ايه. الله 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 بقى والله جميله. بصي انا كنت بعملها يعني برضو، بس انا خدت منك سكاتك عملتها بطريقتي كانت تحفه. انا كنت دايما بحط الزيتون مع الخليط على النار، فطبعا فعلا بيدي حدقيه. طبعا طبعا. انا بقى حطيتها بعد ما زي ما انت قلتي، بعد ما نزل الخليط من على النار حطيت الزيتون. مش قادره اقول لك على جمالها والله. حبيبتي الف هنا وتسلم ايديكي وتسلم ايدك انت وتعملي. لا حاجاتك جميله ومقاديرك مظبوطه بجد. يخليكي ليا. بشكرك ويعني انا والله برفع لك القبعه يا حبيبتي. ربنا يخليكي والله، ده دايما كده سنداني ومشجعيني وانا بتعلم منك والله. لا عارفه ليه؟ لان شغلك هو اللي بيتكلم عنك حبيبتي، مش ان احنا بنشكرك وبس كده، لا يعني كل حاجه بتعمليها او اي حد بينفذها وانا عن نفسي بنفذها بجد بتطلع تحفه ومقاديرها مظبوطه جدا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي، ودايما بتقدم بتقدم دايما يا رب. حبيبتي ربنا يخليك وما تحرمش ابدا من مكالمتك الحلوه دي. وعايزه اقول لك بقى شوربه الشوفان كمان بتبقى تحفه تحفه. هنعملها جميله قوي قوي. قررت ان انا خلاص من يوم الاثنين، هو يوم السبت هبدا دايت. لا انا من يوم الاثنين. يلا علشان هنبدا كلنا بجد والله. وبصي مش هنحرم نفسنا من حاجه، يعني حتى وانا بعمل وصفات تانية كتير هحاول اقول بدايل تقلل من سعراتها، وكمان هحاول ادي بدايل ان هي تخليها اخف. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، ما تحبش منك ابدا حبيبه قلبي. حبيبتي ربنا يخليكي، مساكي فل يا رب. بص بقى وانا بكلم ام اسلام، بص انا عماله اعمل ايه، انا بحمص الشوفان. الشوفان لما بيتحمص يا جماعه ريحته تحفه، طعمه بيكون حلو هيعجبكم قوي. عايز اقول لكم انا من الناس اللي بتحب الشوفان جدا، بحب افطر شوفان بجد، طعمه حلو جدا. ولادي كمان بيحبوا الشوفان. ماشي بصوا خلاص اتحمص كده، هعمل ايه، هروح جايبه اللبن خالي الدسم واقول الو الو الو. هلو يا بنتي يا حبيبتي. بصي انا صممت ان انا اكلمك النهارده. حقك عليا، انا اللي مقصره والله. لا يا فيفيان يا حبيبتي، انا يعني بصي انا دلوقتي الساعه 1 دي لازم اقعد اتفرج عليكي، بس هي المشكله بعد لما نبتدي بقى الشغل وكده مش هعرف اتفرج عليكي خالص يا حبيبتي، حتى في الاعاده. فانا زعلانه يعني. يا حياتي معلش، وانا هبقى زعلانه ان انا مش هعرف اسمع صوتك كمان. عامله ايه؟ تمام يا فيفيان تمام. ايه اخبارك؟ بجد يعني كل حاجه بتعمليها تجنن على راي ام اسلام حبيبتنا. حبيبتي يعني ام اسلام دي احنا ممكن نعرف بالنسبه لنا ايه؟ احنا ممكن نعرف مين معانا؟ مدام نيفين بنت مدام سميره صديقه ام اسلام. بجد انا اول مره اسمع صوتك، بس انا عارفه يعني مش عايزه اقول لك انا مبسوطه جدا. مدام نيفين من الناس اللي متابعاني على طول وبتكتب لي كومنتات. طبعا طبعا في كل مكان بجد، سكان حضرتك ولا مدام سميره ولا ام، بصوا يعني ربنا يخليكم بجد
مش عارفه. بصي انا مش بكلم حد، انا عايزه اقول لك بس انا فعلا 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 يعني انا بعت لك السلام مع ماما، قلت لها لا ده لازم تسلميه عليها، انا بموت في فيليان لان انت طبيعيه وبجد يعني. في مره عملتي كوردون بلو وانا كان نفسي اعمله، لان كنت بعمله كنت بقفله بالكوردون خلاص وقليل، لكن التكات اللي انت عملتيها بجد نفعتني بجد يعني جربتيه؟ طبعا لان اولادي بيموتوا فيه وبيضطروا مثلا يروحوا ياكلوا بره في النادي ومش عارفه ايه، قلت لهم لا ده انا هعمل لكم زي فيليان. حبيبتي انا مبسوطه جدا جدا بجد يا نبيل من كلامك، ربنا يخليكي بجد وما تحرمش منكو ابدا ابدا. بجد بجد انت حبيبتنا، مش احنا مش بنقول لك كده مجرد كلام على الهوا ولا مجرد اي كلام، بس قد ايه انت طبيعيه، قد ايه انت حبوبه والناس كلها بتحبك، وكل حاجه بتقولها ام اسلام او ماما او اي حد عليكي انت فعلا تستاهليها يا حبيبتي. فعلا فعلا يا روحي بجد. واي حاجه تعوزيها قولي لي عليها بس. حاضر. لا انا تمام كده. لا ده انا لا ده انا عايزه اقول لك بقى، ده انا عندي ايه بقى اللي اصلا فرنسي ده، احنا هنتكلم كتير. حبيبتي حبيبتي ميرسي قوي يا نفين بجد لمداخلتك، ومبسوطه ان انا سمعت صوتك بعد كتير كومنتات كتير وبرد عليها من الشخصيات الجميله بجد يعني. مش عارفه اقول لكم ايه، ربنا يخليكم دايما كده سندني ورافعين معنوياتي والله، ومبسوطه قوي قوي اي حد بيجرب وصفه ويجي يقول لي انا جربتها وطلعت نتيجتها عامله ايه. مش عايزه اقول لكم من اسعد الحاجات اللي بتخليني، من اكتر الحاجات بتخليني بجد مبسوطه هي تطبيقكم للوصفات، وانكم ما تستصعبوهاش. الحمد لله الحمد لله. ودايما انا يعني عايزه اقول لكم ان انا ما بلاقي وصفه فيها مكون كده غريب عادي انا بشيل المكون، بس بقوله علشان الامانه تقتدي ان انا ممكن اقوله ان الوصفه دي كانت كذا كذا كذا، بس انا بشيله. زي مثلا كوردون بلو لما عملت قلت دي بتتعمل بجبنه سويسري، بس انا كفيفا مش هشتري جبنه سويسري، ولا هقبل ان انا اشتريها في بيتي ولا هقبل ان انا اشتريها في برنامجي، فانا طبعا بدلتها بالتشيدر. بس للامانه بقول ان دي بتتعمل ازاي. بصوا هنا بقى الشوفان بعد ما حمصته حطيت عليه اللبن خالي الدسم ماشي، وبعدين حطيت عليه العسل وحطيت عليه زبدة الفول السوداني، كل ده بدوبه ماشي. الشوفان بقى لما بيقعد كمان بيعمل ايه، بيتقل، خلوا بالكو عشان كده بزود له الميه لانه هيتقل معايا. هعمل ايه تاني دلوقتي بعد ما حطيت العسل وزبدة الفول؟ هروح اجيب الموز بتاعي ماشي، واقطع لي ايه كده، اقفل كده هنا. بصوا زبدة الفول السوداني خلت لونه كمان عامل ايه اهو، واجيب البلانشة بتاعتي اهو، وهقطع بقى الفوق الموز. الموز بقى بيحب جدا الشوفان، بيحبه جدا، التفاح، اي فاكهة اي فاكهة عندكم حطوها هتبقى حلوة جدا وهتعجبكم وهتخلي الشوفان ليه طعم اهو ماشي. حاضر. واقول الو يا ام ادم حبيبتي، ايه الامر؟ الله اكبر عليك الصراحه يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. عامله ايه؟ والله العظيم امر الله اكبر عليك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا ولا من كلامك الحلو ولا من سماع صوتك. منورانا والله في بيوتنا يا رب كده دايما ان شاء الله. انا منوره بيكم ودايما في من اعلى لاعلى ان شاء الله يا حبيبتي بيكم والله. حبيبتي بيكو والله. عامله ايه اخبارك؟ والله العظيم الله يخليك يا قلبي والله. حلوه تسلمينا. انا بفرح خالص لما بشوفك كده بس والله. يا حبيبتي انا اول مره اعمل مداخله يعني، الحمد لله ان انا وصلت لك والله. يا حبيبتي والله ده شرف ليا، انا شرف ليا انا والله كلامي. ربنا يحفظك يا رب ويحسن ما بين ايديك ان شاء الله، ودايما كده تعمل لنا الاكلات الحلوه اللي احنا حبيبتي على طول والله بنستمتع بيها. والله ربنا يخليك. قولي لي بتحبي الشوفان بتدخليه في الاكل وكده وتفضل؟ والله مش دايما على طول عندنا في اسيوط، فبيبقى احيانا معلب، وانا من نوع ما بحبش المعلب دوت. الشوفان؟ الو؟ ايوه انا سامعاكي، بتقولي الشوفان؟ الو ايوه انا سامعاكي. وفي حاجه اي حضرتك؟ اي حد معلش كنت عايزه بس اعرف طريقه الفريسكا من حضرتك، وعايزه الكيكه عملتها هبطت مني جامد. هبطت منك؟
اتاكدتي ان البيكنج باودر بتاعك شغال؟ اتاكدتي ان بوتاجازي؟ ما انا عملت واحده، يعني عملت اثنين، عملت واحده وبعد كده عملت الثانيه بنفس المقادير، لقيتها كده بعد ما مستوت وكل حاجه، يعني ايه كانت فيها تقريبا سمن كتير او زيت كتير حاجه زي كده. فانا مش عارفه المقادير بالظبط، فمعرفش. ممكن تنزلي المقادير بتاعت حضرتك؟ الكيك الايه؟ احنا عملنا كيكه البرتقال وعملنا كيكه اللي هي الكيك البرازيلي بالشوكولاته، تحبي انهي؟ لا اللي هي العاديه. الكيكه العاديه كيكه الشاي. طب صدقي احنا هنعملها، احنا لسه ما عملناهاش. يا رب صدقي هعملها. حاضر حاضر عشان خاطرك يا ام ادم. احنا كده هنعمل. انا بفرح والله بيكي خالص يا حبيبتي، ربنا. وسعيده سعيده جدا 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 اقسم بالله يا حبيبتي. والله انا اسعد، كفايه كلامك وكفايه فرحتك دي، انا مبسوطه جدا جدا. وخليك لاولادك يا رب. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك وما تحرمش منك ابدا يا حبيبتي بجد، ميرسي قوي. خلاص احنا نعمل كيكه الشاي البسيطة اللي هي بتاعت أمهاتنا وجدتنا، نعملها بأبسط طريقة وإزاي تطلع كده هشة وجميلة. بصوا أنا هنا خلصت الشوفان بتاعي، ماشي. هو بقى بيتقل، خلوا بالكو كمان شوية وبيتقل الشوفان. هقدمه بقى وهحط عليه كمان إيه، أهو هو بيتقل أكتر من كده كمان شوية، ماشي. مش عايزة أقول لكم تحفة، هتتبسطوا بيه قوي. طبعا من الحاجات المشبعه جدا جدا اللي مليانه الياف، غني بكل يعني الفوائد اللي ممكن نبقى محتاجينها والفيتامينات اللي احنا محتاجينها. مش كده وبس، كمان هيشبعنا علشان هو ايه من الا النشويات المعقده، فهيشبعنا جدا 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 وهيقفل معانا. هقول لكم بقى السعرات الحراريه وكل حاجه فيه. هحط بقى ايه سوداني، سوداني بيكون تحفة معاه اهو. وكمان هحط كام موزية كده بس في التقديم، وهنروح فاصل صغير ونرجع لكم بسرعة، استنونا. ورجعت لكم، خلصت الشوفان وحطيت عليه الموز والمكسرات بتاعتي. تيجي اقول لكم بقى الطبق الحلو ده اللي معمول بكوبايه شوفان واحده ومستخدمين فيه لبن خالي الدسم، عباره عن سعرات 464 465 كالوري. اوكي الطبق ده تمام. في قد ايه كارب يا جماعه؟ في 69 جرام وبروتين 14 جرام، الدهون 17. بصوا الطبق ده احنا ما حطيناش فيه اي حاجه غير ان هو شوفان حمصناه وعليه اللبن والمكسرات والموز. مش عايزه اقول لكم حلو جدا، ممكن رشه قرفه واي فاكهه عندكم. طيب الطبق ده احنا هناكله كله كده على الصبح، دي حاجه ترجع لكم بقى. لو سعراتكم الحراريه اللي بتاخدوها في اليوم تسمح لكم ان انتوا تاكلوا ال 460 سعر حراري كده الفطار، يبقى اوكي هتاكلوه وانتم مبسوطين جدا جدا. لو سعراتكم الحراريه اللي هي المفروض ان هي تكون اقل من كده فعايزين تقسموها على اليوم، تكون مثلا فطار لا اقل من 400، غدا 400 مثلا، عشاء حاجه بسيطه، فيسمح لكم جدا كمان ان انتم تاخدوا اقل. بس انا شايفه ان الطبق ده حلو جدا، ايه الصبح 460 مش كتير خالص ان احنا نفطر بيهم، بس هيسد معانا حلو قوي لحد ايه، لحد الغدا.